أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعين كل حجرني شروط صلاة أي لحيد. الشرط الثالث شرط يصدحاد دخول الوقت ووقت صلاة أقلا، وهو وقت ياسن زوال الشمس وعد دائرة للظهر، ظهر كوعد دائرة، وبلوغ ذل كل شيء، شيء كستو هركيس وقال مثل ويساق وكالي زايدا وكاد إرادة على ظل الاستواء، هرك استواء ليلة العصر عصر بغسون هذا، وغروب الشمس العدد عتان كذا ويانو للعصر للمغربي مغرب بغسون هذا، وغروب الشفق الأحمر شاع عص لعديس يبابيس ويانو للعشاء عشاء بكاسنا وسقناضي، وطلوع الفجر الصادق فجر كي واقر هند الشيء يسو بحيتان كيسا المعترض إفافي جنوبا وشمالا، يعني كونفرية وقويبة وفافيين للفجر فجر كي يصبحي أي وسقناضي. وعولا يا شاخو شردي صدح هذا صراد وإلا ضحي، وإن وقتي صلاد أي لحيد صغلا، وإي إلهي وعنوت المامي صلاد إلي تاي شيء واجب وهو وقت قعن له صلاد والبن وقت يذو حلي وصغلا أول الوقت يأي حلي وبحو آخر بإلا ضحي عبادك السا أن يكتاق أنما أنصحين لسمي إلا وقت يذين صغلا موياني حديو إسكاون قلنا او يسوون وقتي ايغي اقل مدو كدح جيره اون ويسيسو كعولا سرادي سوحبان توكنيا ولو حبل كل ما انصحيسو ما انصحيسو هذا بو وقتي يدي ايو نو بلا شيخ او عري وهو زوال الشمس للظهر وين عد عيض دي سيده انغا انو موقتا نفس الامر كي سيده جبت ما هي سيده انغا انو موقتا وين عد عيض برتنكا حقا نغا ايلتا حلقا وحا صوغ راي سرادي ظهر ايا صوغ شيء وبلوغ ذل كل شيء شيء كستو قال مثل وبلوغ ذل كل شيء شيء كستو هركيسو قال مثل ويساق اوكاري زايدا نساو كان إرادة على ذل الاستواء هركا استواء الإرادة للعصر بوسو قرالي مركا شيء كستو هركيسو إسلاكادان مركا ليسكو درريو كان وحا صوغ راي وقتي صلاة عصر ولبنا إن يروك كرلو او هركا استيوها اللي راي عد عيد مركا اي برتمها مرايسو اي اي كالبرك لتوقتو سيدا قنبر كاي راي ميكروفون كو ايمو كو فرديو ايو هركو سيسي من هلي راح وقمرا اذا مركا شيئ اي هركي سيلا يسكو دريني ايو وين ان هلقا لغا بلابين وين انتا لغا جرا الا انتري مركا ايو وضا سيمان او وضا اللي هاي باي احيد مركا وبلوغ ذل كل شيء شيء كسا مركا وبلوغ ذل كل شيء شيء كسا هركيس مركا وقالو مثل لو سوى كلا زايدا نسوى ولبا كان إرادة على ذل الاستواء هركا استواء الله إلهي حل قاد شوقا للعصر بوصورة عصرنا وقت يسوى اللي قاد شوقا وغروب الشمس عد عدد بعتان كذا سنا ولو شعاع هذا هبيس كسي شوقا للمغربي مغرب أيوصق ناضي وغروب الشفق الأحمر شاع عسبابيتان كيسنا يدي عدي سنا للعشاء عشاء يوسنا هذا ما هذا شاع عسباب أو صلاة عشاء بعينا صوغ شيء وطلوع الفجر الصادق فجر كي يواجر هنت الشيء صبحتان كيسنا صبح بوسنا وحنا فجر الصادق لو قرت المعترض جنوبا وشمالا يسوي كونفرية وقويبا يفدين كيس وفا فايو كالبعض بلانا كامر كالاركانا صلاة دي صحبا سوق شوي من ليلة فجر كاذب باجرو يسوي انتو صاير بحو مقدي وكضم بيو رها كاما ها وقت الصبح وكاف صادقا هي كالفافا فتجب الصلاة هذا الصلاة وواجب في هذه الأوقات واغتيالك عن صوشيك ني أي صلاة واجب صلاة ولبا واغتيالك عن صوشيك ني إلا تكذب واجب
oo xataa haddii uu ka soo gaaro hal ragcad ada ayay noqonaysaa, haddiise hal ragcad waqti ay ka gaari waayo saladiisu qada ayay noqonaysaa. Wa taqdiimuhaa calayhaa salaadii oo laga horomariyo, wa taakhiiruhaa canha iyo iyadoo laga dib dhigaa, min akbari lmacaasii macaasida kuwa ugu waaweyn ayay ka mid tahay, wa afxashi sayi'aad iyo sayi'aadka kuwa ugu foosha xun ayay ka mid yihiin. Wuxuuhi sheekhu salaadii oo wakhtigeedii laga hormariyo waa cudur daar la'aan, ilaa safarka marka lagu jiro ama xanuun jiro ama roob jiro waa tii bannaaneed casar in lasoo horomariyo, cishaa in lasoo horomariyo waa tii bannaaneed. Cudur daar la'aanaad iska hormariso oo tiro haleeli maayo hawlaan ku jira imikan wada tukanaya, sidii nin aan beri salaada in badan kulahaad loo yidhi haleeli maayo habeenkii markaan soo hoydaa umaa shantaba israacinaya. Marka yacni salaadii wakhtigeed cudur daar la'aan laga hormariyo, wa taakhiruhaa canha iyo iyadoo laga dib dhigo cudur daar la'aan. Dee acdaartii kalena waxaa ka mid ah ilowgii iyo ka seexashadii aynu soo tilmaannay, aan iyaguna wax manhiyo iyo xumaana aan ka dhalannine, min akbari lmacaasii macaasida kuwa ugu waaweyn, wa afxashi sayi'aati dembiyaalkana kuwa ugu xun ayay ka mid yihiin. Waayo salaada ilaahay uu waajibiyey wakhti go-an ayuu waajibiyey, haddaad wakhtigeedii ka saarto dhimaa tukanin. Alraabicu ka afraadna ee shuruuddii 12-ka ahayd ka mid a, satru maa bayna surrati rajuli wa rukbatihi, waa asturidda waxa u dhexeeya xundhurta iyo jilbaha ninka, iyo wa jamiici badani lxurati gabadhii xorta jirhkeeda oo dhan, ilaa wajhahaa wa kafayhaa wejkeeda iyo labadaa kafaynta jalaqleydaa hore mooyaane. Wa yajibu calayha waxaa ku waajiba satru juz-in qaybinay asturta, min jawaanibi lwejhi wejiga dhinacyadiisa, walkafayni iyo labada kafa. Wa cala rajuli ninkana waxaa korkiisa aday satru juz-in qaybinoo astura, min surati xundhurtiisa ka mid a, wamaa xaadahaa iyo wixii qaabila, wa jawaanibi rugbatayhi iyo labadiisa jilib dhinacyadooda, wa calayhimaa ninkii iyo gabadhiibana waxaa korkooda asatru inay asturaan, min aljawaanibi hareeraha, laa min asfala xagga hoose maya. waxa uu leeyahay sheekhu waxaa kaloo shuruuddii salaadda ka mid a inuu ninki asturo, satru maa bayna surati rajuli wa rukbatihi, inuu asturo xundhurtiisa iyo labadiisa low inta u dhaxaysa inuu asturo marka uu tukanayo, oo ninka cawradiisa fi salaa waa xundhurti iyo labada low inta u dhaxaysa. Wa jamiici badani lmar'ati iyo ruuxa dumara jidhkeeda oo dhan, ilaa wajhahaa wa kafayhaa wejiga iyo labadaa kafee intaa labadaa jaraqlee hore mooyaane waa inay ayana wada asturtaa jidhkeeda oo dhan. Wa yajibu calayha ruuxii dumarahaa waxaa ku waajibayaa satru juz-in qaybinay asturo, min jawaanibi lweji wejiga hareerihiisa waa inay wax ka asturtaa, si aanay u muuqanin dee timihii iyo madaxii ay waajibka idin la qariyaa. Wa kafayhaa labadeeda kafna waa inay ayana wax ka asturtaa, walkafayni labada kafna waa inay wax ka asturtaa. Hadday istiraada ku ekaysiin labada kaf waxaa laga yaabaa intii waajibkaed inay wax ka tagto, sidaa daraaddeed wax dheeraada ha ku darto. Maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun, shayga waajibkii waxaanu dhammaystirmaynin wax kaloo la raaciyo mooyaane, waxa kale la raaciyaana waxay ka mid yihiin waajibka. Wa cala rajuli ninkii waxaa korkiisa aday satru juz-in qaybinoo asturo, min surati xundhurtiisa ka mid a, waa inuu asturaa. Wamaa xaadahaa iyo wixii muqaabilkeeda ah ee markaa iyada qaabilsanba, wa jawaanibi rugbatayhi iyo labadiisa low dhinacyadooda, waa inuu asturaa. Bimacnaa qayb xundhurtiisa ka mida iyo wixii qaabilayey iyo dhinac ka mida yacni dhinacyada jilbadiisa waa inuu asturay si waajibku u dhammaystirmo. Ee surada iyo rukbadu laysataa min alcawra bay leeyihin, cawrada kama mid ahaa, ee laakiin waa in ayagii haddana qayb laga soo asturay. Inta jilbaha iyo xundhurta u dhexaysa bay ahayd, waa in markaa dee xundhurtii iyo jilbihii dhinacyadoodii lasoo asturaa. Haddiise laysyidhaa bartii un ku ekeeya, waxaa laga yaabaa inay wax muuqdaan. Haddaba wa calayhimaa buu ihi labadoodiiba ninkii iyo gabadhii waxaa korkooda asatru min aljawaanibi,
dhulka aynu dhihi waa cawra waa in la asturaa, dhinacyada waa inay ka asturaan, laa min asfara xagga hoose maya. Dhinacyada iyo xagga saraa laga asturayaa, laakiin xagga hoose maya oo waa culus tahay. Hadduu qofku meel sare ku tukanayo, dee hoostii waa laga arkayaa cawradiisii, markaa hoostaa laga arkayaa iyada ma saarnee, dhinacyada iyo xagga sare unbaa lagu leeyahay waanaad ka asturtaa. Haddii qofku oo masalan shaadhba ka yarba xidhanyo ay da iska wada muuqmuuqato cundhurtiisa dhulkiisoo dhammi, amaba marka uu soo mawrukucay xaggaa dambe ka suraalkii iyo garankii ka soo kala baxayaan, amaba uu shaarkaba ballamada iska furto, dee salaadiisi ma ansaxayso. Ee waa inuu ku dadaalaa qofku. Wa calayhimaa labadoodii waxaa korkooda asatru min aljawaanibi, hareeraha inay ka asturaan, laa min asfala xagga hoose maya. Wa yajibu waxaa waajib an yakuuna saatiru, waxaan wax asturayaa inuu yahay yamnucu midiidii xikaayata lawni lbashara, ka waranka midabka jidhka waa inuu yahay mid mancinaya. Waa an yakuuna malbuusa, waa inay wuxuu xidhay aw kayra malbuusan, ama waxaan malbuus ahayn. Oo falaa takfii dhulmatun, mugdi kuma fila. Wa khaymatun sagiira, khaandha yarina kuma fila. Waxa uu leeyahay sheekhu, waxa waajiba inuu shaygan saatirka aheed cawrada ku asturaysa yahay shay jirmi oo mancinaya xikaayada iyo aragtida iyo ka waranka midabka jirka. Haddaad bac xidhato bac oo tiraa cawradii waan asturaya ama wax la mida, yani dee waxba maad asturo, waxba kuma qarsoono weye. Waa inaan jidhkii laga arkaynin waxanaad isku asturayso. Yamnacu xikaayata lawni lbashara, wa an yakuuna malbuusan, waxaad xidhan tahay waa inuu yahay oo qofku markaa dee ku wada dayran oo mare uu xidhay aw kayra malbuusin, ama midaanu dee markaa xidhnayna uu hilaabtay uun, oo mar haddaynu nidhi dee waynu ama wuxuu hilaabtay ama wuxuu xidhan yahay waa inuu yahayna maxaa baxay. Falaa takfii dhulma, maqsin madow baan xidhanayaayo intaan isku madoobeeyaa baan ku dhex tukanaya anigoo muruxa maya. Wa khaymatun sagiiratun, yacnii taandha cidhiidhiya baan gelayaayoon isku asturayaa maya. Saatir lama odhanayo. Marka waa inuu waxaasi yahay dee waxaad xidhantay amaba aad hilaaban tahay waa inuu yahay. Alkhaamisu, ka sharaadnay, istiqbaalu alqibla, waa qiblada inuu qaabilo qofku. Bisadri, laabta waa inuu qaabiliyaa, filqiyaami, istaaga, walqucuudi, fadhiga. Wa bilmankibayni, labada garab waa inuu qaabiliyaa. Wa mucdami lbadani, iyo jidhka intiisa badan. Fii kayrihimaa, labada kayrkood. Ilaa ida ishtada alkhawfa, cabsidii markay daraata mooyaane, walam yumkinu aanay suurtagelaan istiqbaalu, qaabilitaankii mooyaane. Oo fayusallii, wuxuu tuwan kayfa amkanahu, saa u suurto gasha. Walaa icaadata calayhi, wax soo celinana laguma laha. Waxa uu leeyahay sheekhu, shardiga shanaad waa inuu qiblada qaabilo, kacbada, qofkii awoodayay. Oo dee kii arkayay ee joogayna waa inuu caynteeda qaabilaa, kii dee dhulkeennanoo kala joogayna jihadeedan waa inuu qaabilaa. Markaa qiblada waa inuu qaabilaa. Halkuu qaabilinayaa? Bisadri, laabta ayuu qaabilinayaa. Filqiyaami, marka uu taagan yahay. Walqucuudi, iyo marka uu fadhiyo. Labadaa jeer waxaa lagaa rabaa inaad qiblada laabta qaabiliso, markaad taagan tahay iyo markaad fadhidaba. Wa bilmankibayni, labada garab baad qaabilsiin. Wa mucdami lbadani, iyo jidhka weynankiisa iyo badidiisa. Fii kayrihimaa, istaag iyo fadhi waxaan ahayn. Oo maxaa soo aray? Rukuuc iyo sujuud. Markaad rukuucsan tahay ama aad sujuudsan tahayna, ogobay laabtaadi dee dhulkay qaabilsan tahay. Markaa maxaa lagaa rabaa inaad garbaha iyo jidhkaaga dee intiisa kale aad qaabilisiiso? ee markaa sujuudsan tahay amaad rukuucsan tahay, laabti ma qaabilaysa? Laabti hoos bay qaabilaysaa, laakiin markaad taagan tahay amaad fadhida laabta qaabilisaa. Sidaa daraaddeed ayaa salaada qofka yacni waxyaalaha ka jabiya waxaa ka mid a inuu laabta xilli aan rukuuc iyo sujuud ahayn ka weciyo. Masalan haddii adigoo aad iswada melmeshood xaggaa u jeesato ama aad xaggaa u jeesato, salaaddii waa kaa burtay, waayo laabtii baad ka wecisay. Laakiin haddaad luqunta un weecisood xagga dambaba eegto, yacni dee waa ikhtilaasoo iltifaadku ma wanaagsana salaadda dhexdeeda inay danin jirto, kabiiba xagga dambe kaa yaallaan mooyaane. Waa tantuugiya wax laynagu darsadee.
أيضا لحاجة القف وهو ضيمون كراي هوست وهو غير أي كراي هدي أنا مركات شرين وحكو كلفية إلى ضيمون طمها حتى أتصد ضيمون طمها وكرا هي أمو إيانا يعني سلاة دو حكا نغن ميسا مر هدي أنا دلابت أيكو عادي تبقون طمو حدو دي أي تحيي إحداد مع اللابتي وددو أي سلاة دي كات شويسا طبعا حين أشيك يا وكرا شيخ وحل استقبالك قبل الله أدو سلاة دي كتر وكاد عيو إلا إذا اشتد الخوف عبسيدي بنانايت مركي تراتم وياني ولم يمكن الاستقبال ان تقابشان اني كسرت جلينين فيسلي كيف امكن سدو كرابوت وكن ولا عاده تعالي سعلنا كركي سماي حنن دغال بعد كجرتا مبا حبنان صورت جلنا كوما هو سريان يسانو ان قبلدي قابشان صورت جل كوما سي الله سيدي اي كون صورت غشا اي بعد تكريس دي وحا لميد عب سداس حدي مسرادي وسرادي كجره مثلا دي دوخ لا كيد با كو صدعي دي قبش يطبا كو يمين دي بحل با كو سو عرري دي هوارر با كو دحاي اري با بحل كاغا دحداي يعني وحا لياليا وحا سو دني ان كو سورت غلي من انت صلاه دمينيسو دي صلاه دينا كان بخميسي اديغو مركا ارينا يو هوشي ودا اما دي توك بابا كبي كان عرري دي واد كدب عرري ادو صلاه دادي كو جيره واد كسو قبسن دبدنا واد ديانو هلكا با كو دمهيستيران اديو قيرن ان ورنو دغيان ودنين حصلن بالاميدا فيسلي كيف امكنه وسي الله سي صورتك شنو تبنيا ولا اعاده علي وحسو علينا ان لقوم لا قفكا وي عجز شرعي ما تروق بلدي وقابل كري واي اسادسك اللي حادنا ان يكون المصلي كتكريا وين هي مسلما قف مسلما وين يحي صلاتي كما انصح يسقال مسلمون بيكوا جبتا عقاب حق آخرها والله يدون لكن وجوب المطالبة هدى تكل ورن ماي لكن وار إسلام أو وحي إسلام نمضوا لحيدنا لك على بارده لكن يسقوا لا شهادة بتكل ورن ماي أن يكون المصلي وين هي مسلما أصابع كتضوادنا أن يكون عاقلا وين يهي قفك تكن يقف عقل له فالمجنون كي والله والصبي يسبي الذي لم يميز أن وحبك لسوع لا صلاة عليهما صلاة كلك وضم يحاني ولا تسيح منهما كان أنسيح الميصور وحين نري وإن عقل الله يقف كنت كنيا كي والله أما كي يرأي المميز قاين وحبك لقرنين لا صلاة عليهما صلاة الله قمره ولا تسيح منهما كان أنسيح الميصور العبادات بانا يا حين سلاد وعبادة نية وباهم نية نوح شرد إسلامية تمييز مركا تمييز نوات إنه روصو تلمانة طفل قوح ولك المميز وإن كلي عني أو كلي عبي أو كلي سيكوني أو حوشا صدان وقبسا كني مركا سلاد يوم مميز سيارة العلماء قلبة كوحد يوم قفك قعان ملي يبضح كلاساري مميز مالا إلى الله لكن ولا وحوك بذيك أما من فرق بين الجمرة والتمرة بحولية تمرك كلا ساري أي أمي زرارنا يا كان ولا يحق بدين لكن هو حويا سيوقف عن وكاكل يعني كل يعبي يستجون يد اسمه مريا أي أمي زرارنا يا إن المهم مرك أنه عسى ويا ذاك عبادة السنة يا ذاك يرى لفدي سين يسوق مميز بيوه هاني لمساجد كصاق علي تي إن لقول أبو ذا ما هقول لإريا أو لقول قيل يا ما هالسنة موافق سنة نبي صلى الله عليه وسلم سوى خطبة أخرى أيها الكام مر من بركة قلت هاجن أي حسن يا حسين الخاص أمر نوسو دقو قاضي إيشو سراد دكو تري أين وأوي هي خمسين تسمع كسوق هذه تلو بيجي تري أي ضوا يعني مع كذي أيوة هذه ما ضيرة هاي المي رأيت هاي أيوة نبي سراد رح ذي القاضي إن نقول تو جاي المي يروي سو كان من حاجة مساجدك توقع كبها حضية إيه المهي المساجد كويس وكان من طيب كان إسلام كان يقول له عربا حضاد على كتوب مساجد دودة وايس كده حق هذا يانو وايس كده بطورين يانو وكده حوية يانو إنا مياه بلبو وده حق هذا وحش دي سنة يوحد بسنة يمت نوع أركي ميسين إنا قلنا هو كل بوضي نوع عيالكي يعني وحلوش يقول الله يلاريه قول لقود دا يوه مساجد إلا يحضو كبها لكن يقدرين تنمساجد وإن التربية دي يلا قود عليها لكن إلا كرسلام هبونا أثامن كسيدادنا أن تكون المرأة روح الضمر وينيتي نقية مثك طاهرة من الحيض والنفاس ديقى حيضك ديقى نفاسك وينك طاهرة
فالحائض قبلي حيض كالحيض والنفساء لا تصح صلاتهما صلاة ما أنصح يسوع قضانا ولا قضاء عليهما قضانا لقوم له مركا أيدي قاسي كذا ما هذا قضاء لقوم له هذا بابا لو في رسالة كلو عرفين دخل الوقت وقت جي صلاة حضور روح ضمرها وصقله وهي طاهرة أيضا طاهرة وصقله أدعيد وحي إيلتي أيضا طاهرة شيء جي هركيسي وحي إسلاك هذا أيضا طاهرة أدعيد وحي بعد أيضا طاهرة فطرأ عليها الحيض والنفاس وحكوي مديق عذا مديق كده المذ بعد أن مضى إنتو تجي ما يصع وحو واسع نقري واجبات تلك صلاة صلاة واجبات كذي وقت أيكو جذن كرت أيلا وتجي وأيكو ترتي وقت جي أيديهم وجب عليها قضاؤها صلاة إن يقضي سب واجب قا وقت جي بوصل قريض وطاير حيث ينفاس يا اللهين حيث كيبا كويمي أما قفكي والي با كتمي أما مير دورسون با كويمي شيئا مانعا هي سلاة ديدة يا إنتانو إيمان نوحا وقتي لقسو قدبي إن واجبات كي سلاة دالا قبان كارو ومسلا قفكو وكوي سيسان كارو أما وكيقبا قبي سان كارو ودبنا سلاة دي وكيقلي كارو إنتا سابا وقتي مسلا كسوقا شن دقيقو أي وقت يجي مركين لجسوا قد بيبي وديك كويمي وحواجب قا صلاة دينا قال ليسوا وأي وقت بحد شريبة للليل أي طاهرة هذه صلاة دينا كجود كر العيد فإن دخل الوقت هذو صقر وهي طاهرة تنيد طاهرة فطرى عليها حض ونفاس كويم هذا والذي يمير دوسون كينا واللمد بعد أن مضى أنت تجي كذب ما يصع وح واسع نقول كرا واجبات تلك الصلاة صلاة واجبات كذا وجب عليها قضاؤها إن قضيت صلاة سواجك وإذا انقطع الحيض وهدو حيض كقؤه والنفاس يليق بالمذا كقعي ولم يعد منص النقن ليق يعني هو مثلا هو غان قارب اللمضة هو إسلام اللمضة كي هو لبم يرسلي اللمضة كي صوحي أيام يرسلي اللمضة كي سخراني بقى سخراني كم بحني بقى اللمدة يعني روح دمرين لمديهين بل واد ايه يسايو فإن كان هدي حل جاسئو يهي فإن كان هدو يهي قويتان كان موانع لاسي اي قويني في وقت الصبح وقت الصبح هدو يهي او الظهر اما وقت الظهر او المغرب واصدح لا سرد وقت قوية ولو بقي منه وقت يهي بك بقي هذان قدر ما يصع الله أكبر الله أكبر إلا أرن كراب وقته كهب وجب قضاء ذلك الفرض فر الخاصون إلي قضية بواجبك إيجي باك قوي روح دمرها إلمي باك غنقاري قال كي با إسلامي كي ولا بمير سدي كي مير درسومي بمير سدي كي سخرامي بمير سدي ولم يعد من الصنقني وحاسي والله دبوا في رصاف فإن كان هدي وح مانع قف ككوس جناية سلاة دودي ذي كبحي هدو يحيح اللي جاو كبحي في وقت الصبح بمعنى وح ويا وقت آنها بناي سلاة كورسين الله تجمعيو سلاةها آن بناي سلاة كورين الله تجمعيوه أوام حي في وقت الصبح بوها ده الصبح عشاء الله ما تجمعيوه أو الظهر بو هذا يوم ظهرنا صبح لنا ما تجمع يوم أو المغرب بو هذا المغرب نعش عصر لنا ما تجمع يوم وأصدق هذا ولو بقي منه هبك هرو حل يا وحاس كت جي وقت جي هبك هرو قدر ما يسع الله أكبر الله أكبر إن لقعرن كرابها كهرة وجب قضاء ذلك الفرض فرض كائن لقلي أي واجب وإن كان هدي وهذا هدب موانع ده قويتان كذا سي في وقت العصر بو هذا أو العشاء بو هذا وقت يوحى سكسولين يكبحين ووقت يعصر كما عشاء ولو بقي منه أبك هران قدر ما يصع والله أكبر الله أكبر إن لقى أرن كرابها كهب وجب قضاء ذلك الفرض فرض كإن لقى لي واجبه والذي قبله كيكه الرئينا إن لقى لي واجب وهو ظهر أو المغرب وظهر يمغرب كيكه الرئينا
وحولها شيخ حل قري موانع دني كجو يا نديجي كجو أي قبضي قال كي إسلامي سبي قان قاري كي لم يرسلي كي صوحي وحي هدو يهي وقت هدو يهي أصبام يا إنسا لا دي كور ريسان لا لجمع يوم ووقت عصر كوكرا عصر ما حصر تقرحيد عند ظهر لا لجمع يوم أما عشاي ما يحاطي وحصر تقرحيد مغرب لا لجمع يوم ولو بقي منه هذا كهر وقتك قدر ما يسع الله أكبر الله أكبر إن لقى أوران كرابه وجب قضاء ذلك الفرض فرض كإن لقى لي عصر يعشي وجهي والذي قبله كيكو ريهو ظهر يعصى ظهر أو المغرب هنا إن لقى ضيانا واجبي حي روحي لين والاتحاد الوقتين في العذر ففي الضرورة أولى لبدا وقتي وأن لم يدين تشري مركع عذر دار تشري ويسكو هل وقتها لقى دي تشري والله بدأ صلاة وقتي وهذا هل وقتها لسكي دي تشري أما التقديم بها لسمي تشري أما تأخير عصر يضور رواه سيدة لسي مغرب عشان سيدة لسي راعين تشري مرها دي حلق عذر دارك أي لبدا وقت مذوبي تشرين حلق رو ضرورة أي تمين وكسي أو ليسين رو ينوى مذوبيا هو الظهر أو المغرب التاسع كسقالات وأن يعتقد إن عقيدة أن صلاة المفروضة صلاة فرضك التي يسليها وتكون هي فرض من أيتها فمن اعتقدها كعقيدة وقت سنة أو خلا قلبه عن العقيدتين أما قلبه سلبة عقيدة أو كمد ناضه أو تشكك في الفرضية أما فر لماذي كشك لم تصح صلاته صلاة اسمان صحيح ولا يشاق وحك لو شرطك السقالة هي وين عقيدية صلاة فرضك أو تكني إن فرلتها حدو سمينا أبا المريل لقسيني حدو كتكنا لقو عقابي فمن اعتقادها سنة أو فوقات الصلاة دون سنة إسكتها أو خلا قلبه أما قلبه سبا وكمد ناضه عن العقيدتين لبدا عقيدة فرن لما يصنى لبدا عقيدة لبدا الرومين وطبوا كم رأي قلبه فرن يصنى طوله محيس أو تشكك في الفرضية ما فرن لما ذو كشك سيئه لم تصح صلاته صلاتي ثم انصح يصح حيث هو شرط افق حتى انا قلت لين عمي وينو هاي صلاه ان تكون فرن لتاي العاشر كتبنا ادنا ان لا يعتقد وان ان اعقيد ان رمين ركنا من اركانها كمد سنه سنه وان ان اعقيد ان رميسن فمن اعتقدها كعقيد فروضا أو خلا قلبه عن العقيدتين أما قلبه جيس الذي عقيدة وكم الناظر أو تشكك في الفرضية أمفر أنه هذا كشكية أو اعتقد سنة من سنن صلاة بفرض عقيدي صحت صلاته كسر هذه سواء صحي صار وعلى شيخ وحا شرطي أو شرطي يتبنى أن لا يعتقد رقن من أركانها السنة رقن كم لأركان دي صلاة وين أن أوقات سنة هذا أوقاتون ركوع دون أي سنة هاي سلادي سحبك من جرين وي فمن اعتقدها قفك هذا بوعد لي أركانتي فرضا إني أركان ظفر الليليهم بوهيستا أو خلا قلبه عن العقيدتين أما الله وذي بقلبه سوى كم ري عقيد ظفر لم يصن النمض أو تشكك أمو عقشك في الفرضية فرلم لا شكك جترا أركانتو إيه فر الليهم أو اعتقد سنة من سنن الصلاة سنة كم إذا سنة ياشي صلاة سيئة تحيات كده أكهر حق شفعية أي فرض نوحو هايسين وكهدن بوكرا لمديها صحة صلاته كسلاة دي سواء إسكاءن صحي صار الحادي عشر ككوبية طبنا أدنا أشروط كم اجتناب مبطلات الصلاة وإنو كبير على صلاة دي وحبرني الآتية نائما ضونا في جميع صلاة صلاة دي سنة وإنو كبير هذا واحد شرط يا قف قنت كنيا واحد شلو واحد سلادة كبرية واحد سلادة كبرية وينو كذا إرادة الآتي أي رأي منضد في جميع سلاتي سلادي صعودا وينو كذا إرادة هديا نو كذا إرادة ويس أركون مركو سلادة كفار وقينو سعر يبا سلادة واجب وعو قاذي إن عوردي سبد يعني بنانيد وعو قاذي إن مردي سبني جاستهي يوين سعليا
اجتناب مبطلات الصلاة الآتية في جميع الصلاة وين وقد إرادة. الثاني عشر كلابا يطبنا دو حوية معرفة كيفيتها قابك الصلاة وأي الله هي وإنه قرنيا بأن يعرف وإنه قرية عمالها عمل الذي إذا وحل إلى ضئي وحل صبي وترتيبها يقابين تدي هبكي كما يتسين وين الضونة وإنه قرنيا معنى كيفية ذو قابك كإيمان أي مرك أركان تمد ولبابك ولها الله بيقو أي أن نقون إيسا أركان مرك هل كاو عشاق وإنه قد ميي شروطي أن سعيتان كصلاة وإلا هيدو الله بي الطبانة وهدين دبو دبنا دبو أرورنا وحا شردي كبادها وحا نقفك حنبارسيها يوحا الله كل ما يتركي السباء إني نجاسك ظاهريين إني حبني سك ظاهريين لما دي حدث بجنابي ويسرام إن وقت صلاة وقري إنو عوردي سأسطره إنو قبلة قابله إنو قف قنت كان يا مسلم يهي إنو قف عقل ليل يهي إن قبض حد نفاس آني لحين إنو صلاة أور رمي إني فرل تهي إنو رقني أركان صلاة كمنا سنة وقاضا إنو كده رادة صلاة ويحبرني إنو كيفية يقابك صلاة يقانو ويسال أيون أصوات الممركان تيهدو الليحة إنو قلبي يكني ييو إنو وجهك ميدو إنو لبدا قعمود مع الكرامة ميدو إنو ماذا حما صحو إنو لبدا لقود مع كرامة ميدو إنو كلا ترتيبية هنسينا وحايا حيد أركان تي ويسال أركان تي ميرا شدونا اللبي حيدو قلبي ييو كني ييو قيب كأوه رأيو ميرا ييو مركو هالك وقور سميري إنو نييو إنو تركي سبيها ولا قارسيو ويسده وحي برنية بناصة المامي أفره هايو وحي حق ورام حق دمك صوبحي تابشده حبين كي ترن كي يدود اللقو تابني على علاها يفرها كلن كي تشد نن إيا روح دمره أو أجنبي أو وين أو إسجيون محرمين وكاد حيني وح مراهن أنا وكاد حيني إيا قفك أو تمييز دي يقرشد أي كسوشو إلا قفك سيحة إساقو دبدا لولك قبت سييمو يعني إنتاس أيو شيخ هلقي نوغ صورها. وأما أركان الصلاة صلاة ده الدواتير الكيدو فتسعة عشر وسقال يطوان شروط ده هذي قروا وحا كهرية تيطهار ده وحا صلب كهرية أركان تروا تير الكي معنى أركان تبه قري هذي الله نسيو دينيس فإيا شايقة إيا بيها إيا سمركة إيا وحاسي وحاين قريان أشروط دي دي مركة وحي بالله يسكوا هذا قرتيد الله يسكوا هذا الدرانة حين قريان قرقي واركاتي وين قنسة وأما أركان صلاة تسعة عشر وسقالية طبعا الأول كوري النية بالقلب وين قلبي كنية معنى عرب كولا دادو وحي لادينو هايس كاشباني سنها النبي أنا كمد معها صلاة أنا كمد معها وصلي ذا نيوح على رنيا واحد علم هذا هيس كعشان واحد قلبي كويس واحد عربي كل هذا هيس وافقا بين ذي السنين النبي أنا كمد معها يعني صلاة أنا كمد معها إيه الله أكبر بس صلاة قبل عوانتها ألا ولا نية بالقلب وين يمكن يجي فيحضر في قلبه قلبه يسوح كسو حاضرين يا فعل الصلاة صلاة سمين تلو ويعبر عنه بفرض يعني فرل نما أي الله قاعد برا فرل نما ذا هذا صلاة فرل تحيي فرل نما أي الله قاعد برا ويحضر فيه تعيين عين الديات هي تحيينا وصاح ذر ويعبر بالظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء والصبح ما الله قاعد برا وينه تحيينا قشرة قلبية فإذا حضرت هذه ثلاثة في قلبي ملك صاح ذر تقالوا حري الله أكبر غير غافل عنها يسون موجين ويزيد وحو كرنا يا استحضارا مأموما مأموم سوحا ذر سيجيبو كسيادين إن كان جماعة هدو جماعة كنتو كنيو وحولا يا شاقو كورا يوان نيو أركانتا مركا وايو قلبي يساكو سوحا ذر يا سلادة سمين تيدا يفر النما ديدا وفر النما سالا قاع برابول مركا لقودا واقعي أيا فرضا ليدا هذا
وحكرات تعيين كديشن صلادات بها هنا وين العين تات تكون يشل قلبي كويس أنا دول تكون يشل المغرب تكون يشو إن أظن كذا قدمها ويعبروا عنه كتعيين كذا بالظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح يعني وين سنتها ميدو كدة فإذا حضرت مركي صوحة لدرت هذه ثلاثة في قلبه قلبي جيسا مركي صوحة لدرته يعني سمين تا إيا فردني وضا إيا عيمي ديس مركي صوحة لدرته في قلبي أيكو صوحة قالوا حولي الله أكبر بورانيا غير غافل عايسقون موقين ومركي وقفكي كالي أتوكني ويزيد وحق الاستحضار مأموما مأموم نمو إنو مأموم يسو حادرسي أما إمام يهي أيو مركانيين إن كان جماعة هذه صلاة جماعة لقوتو كان أيو وإنو نيييا تينو مأموم يهي هذه كلون مأموم نيوان نيينو إسكرا عون يعني صلاة دي سيحوة كنتران الثاني كاللوادنا تكبيرة الإحرام معناه وحر الله كوضا وإن يعني دي أمان نيكا قوسي وين ترتميشا أما نيوكو حرشو أو إما ممنيه وين ترتا هدي أتكو قوستين دي وين أتكس عطا أتكو عطا صلاة دالا كو عيس جوتونا كابينا هدي أتكو حران تاين دي وين أدلس عطا ينركو نيوتا لكن إمام كان يردي دانا هيو كما عانكو بحجري هدا والله سعونا يعني وحجري ما هطا سيد الثاني كلا تكبيرة الإحرام وهي تكبيرة الإحرام كلا الله أكبر وهي فإذا قمت إلى الصلاة فكبر الله أكبر نبي النبي يقول هل كاسين يدا هراء هل كاسين صلاة كبر عبنتا وهي الله أكبر وأنا تين صوت المعنية ديش لحية طبعا شرطية الله أكبر لحين مركوا إن سيدا عيتين لو قلوا وقالوا برتا الله أكبر تسيق أربع لا أما أكبر بين هذا أكي وأن الله أكبر لين هذا إن جاء لك دين الثالث كصدحاتنا وقراءة الفاتحة في القيام وإن قفك أخريا فاتحة ذي قيام كي استاقوك أخريا صلاة دي فرض كاحيد هديو دي استاقي كريوي هديو كانوا فني كنت كني وأنا فني أخريا قراءة الفاتحة وإن أخريا في القيام ساق رقعت كستا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب صلاة يوم يجري تقرأ فاتحة الكتاب أخرين برسول الرابع كافرادنا القيام واستاق إن قدر حدو أوده ولو بحبل حرق بها قبصده أو معين أممذ كالمية في صلاة الفرض صلاة فرض كاحيد فأكلوا الشيخ الأركان دوحة كمدة إنه يستاقه هدو أووده هديو أووده وايو وحفر فريقه إنه كتو كذو هدو فريقه كري وايو وحا أفرا إنه كتو كذو شيفكي لكن هدو أووده وإنه استاقه كتو كذا وعلي شيخ ولو بحبل حرق بها كوكرو حرق وهل كأقل كيسا إنتو كسو حدو دم يتنو ساقه فانتو كوكعو هدنا سود بعسوكو فريستو أو معين أما ميدو كالمي ولا مش قاعد بحاسية فربا هذا قلت أنا وحوقي كودي بي كاليو هذا هذا يسر تقل جو حوقي يرودي بو هير أيو وين سلا دي سر جو كتو كده هكا وحي ما أركي الناس دي وادك تاي أركانتو الله إلا عليو وحي ما أركي الناس دي وين رفضي دي كاسيو نفر فردين إيه هلقا سوقو أما بره هلقا نقود شرين أما بلوك تبو حوقي شرين مركو مسايد سوقو نسكيها وارسان إيه هذا سوق نبو فر فردين إيه halkan sheekhu wuxuu abuulay hadii xariiq uu sameeysan karo ama waqf uu xogay mushqayda si uu war kullay kici kullay fariis haday suurta galeeso waajib ay ku tahay buulay yani weena la saashan marka wa fi salati al fard ya salati sunnaha hay qof ku iska fariisan kara al khamis ka shanaadna wa ar ruku'u wa ruku'da ومعي ركوع ذي النقونا يسا بأن ينحنيا وإنو صوفا ورصدو من غير إرخاء ركبتيه إساقون تشلبيه إسا تشلعين إنو دبعين إنو ساوسو اللابين إسيدا أوكرا في ذيني أوكرا بحنا حتى تنال إلا إقادر راحتاه
لمديس على عرض ركبتيه لمديس اللو بمعنى وعلي الركوع ذو وين وقف جي تاجناي أولي وصاحب طاي وصايشا من غير يرخي ركبتي سجن تلبها تطق غربة تلبها صار صلا بتشلبها قنا وين كاب حصانة في السنة هذا وأنا حقش صار صور إن حقش أي كاب حصانة تا حتى تنظر راحته وركبتيه إلا أي جادو لبدا ذا على عرض وين اللي بدا ذا تشلب جارن وأنا إنه السن ما قف كيو يعني استديو بيير هدي النبر كلاجش وما أنا هري يدب يعني على ما نبدأ السن ما هو عندي كريسة ووديسة مع الذي ده قف كنا في كل تاجنا الله ما أقوله سيد ضبان السمية إنه فارر صدنا الله ما أقوله وين السن هذا تلبها سنة حبين توضانا اللابنانين أي فتسنا هذا حتى تنال الرائحة وركبتيه قف جي أنكرين يسونا إنت وكره أيوم بوصمين إياه أسادسك اللي حادنا الطمانينة فيه وإنه كحسنا ركوع ضع ومعين نقول حسنا بأن تنفصل وإنه يصو عنتو حركة هويه هو شديس برغغي عن حركة رفع كرنق شديس دغدغغي وينك خاصو عمان وقبل يوات تاقنا يدو وات صور دغغ دو وات صور فرصتك دغاق صور فرصيك يا دغاقي توسيتك وينك خلقو عام وتصفي عن أدرك وعضو حسشة يتنا صفي عن أدو توسطة بأن تنفصل وإن يصو عمتو حركة هويه هو شديس حركة ديسو عن حركة رفعه كرن قشيس الأرغاق إذا وينك رسوما وتذكر أي حسشنا أعضاو حبنيس كل هذا منتد حبني ولا منود حسنا إنه مشاكل غينا هايستا يعني وفور سي مركب هدرو النقنية سواء بقارير كل أي النقنية أسادسك اللي حادمة أصابعك دوانا الاعتدال وتوسي تانكي بأن ينتصب وين وقما قايم نسوكو تاقد بمعنى واحد لو قلت كذا هل استاج مركي هوري هل ركوع ذا كور صدها وين يكون نقطة ركوع ذا كور صدها دي هداد فدي دي وين فدي يكون نقطة هداد استاج وين استاج يكون نقطة فإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع العظام من مفصلين إلا يحبن هل كور يكون نقطة وين دبر كاكت السابر سوكوين أثامنك سيدي الطمانينة فيه وين تكحص شاء استاق الركوع ذا تكسو استاقتي وين تكحص شاء كما ذكرنا في الركوع سيدا الركوع ذا كسو شاقني وين تكحص شاء وين المركز صوت وستبع عن الضقنين دادك المساسي وبريهن ولي وضياشو هذا يسكف في ريا مركب الركوع ذا يسوان عادي أيها الضرى مركب المقرية وين قماتي ستاق عبار تاقنا ذا التاسع كسقالاتنا السجود الأول وسجود ظهره السجود ظهره نمحوص بني أبيان يضع شبهته وين وجهي صدقا مكشوفة وجهي سوفيدا على مسلاه ماشو كنت كري متحاملا عليها يسوى كوحن باري قليلا إير على غير متحرك وحن دقاقين أيان لدقاقين بوكو سجودي رافعا يسوى كريلا عجيسته وبريهيسه يوما حولها وحريرها ذابة على من كبيه اللي بدي سقرب ويديك عمزي ورأسي بوك كريلي وبأن يضع ينوري جزءا قيد من كل ملك سوام الركبتين اللي بدي سلو ومن باطن كل كف يكفك السباد كيسة ومن باطن أصابع كل ثجن يلوكستا فريه سعلو شود وعناصة ورشاق السجود دي وعروين وجهك دقا وجهك وحا الشرط يا إنه فيدين يهي دي هدي عن عدو دار ترينو مثلا دي داو عياني وحكاقة أولين وإن وجه دي عيسى فيدين يهي على مسلاه ماشو كتو كان يهي دي هو إنه دقا وحي دون طواحا بيشو كسو جودة يهي ولو دميس كان هاهات أو مثلا دي عدو دار وقوتو كان ميس كان لفدي سنهاتي وإن وجه دقا على مسلاه متحاملا عليها يسوى كوحن باري قليلا إير وانا إنا نكسو هينيني دي وين كسي دايا عليسكي على غير متحرك وحن لدك دقاقين بيو كسي جودي وحن لدك دقاقين بمعنى
يمكن استجدا يا عبدا ضرو خليته وح كل رغاق يمه لكن وح الذي ده يتأد سيدته إن دقة تمر خاصات كل دقة كل دقة فقادته وين أمره هقول تعالى وح عن كل رغاق وينك تسجدين أي شافعي ذو قلام رافعا عجيزته هو إنه كوريا لا عجيزة الدبديسة بريدة عجيزة وبريدة يا وما حولها بريدة وحريرة هذه مسكها يا وحي لمضة وإنه ككوريا لا على من كبيه اللي وضع قرب ويديه اللي وضع عمدي والرأس مضحة كيه روحه إنه كصم ريورتفع وأسافره على عاليه أي كيه رين سيدي كنوع وين عجزتي سياحة قادم بأيسرين هدا سجوده ده واحد صرينا يسبب لذا هذا إيوه وعي هريرة هذا بصري حقيقة صرينا على من كبير لبضة قرب ويدين لبسك عمدي والرأس مضحة لكن هذا ترى هذا ديانا وفرفور سكر ما يوان وسن ما ينايبر كمية هذا حصول لقد تسلا دي حكم ترين وفور الكاسة الله الغباء قابقا ونبي ونكوت المامي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد نبي يقول عليه أدونك ربي يوحي وقول له إياه مرك وقاب كأي هاي وقاب يعني إلهي إلى ستة ذنوية سبب اللي قيسة كنت السنة إياه خسر هذا يقول لي وين أوفار ستين وشيره أقول لك تو إذا بدأ هذين أتاكتو يعني وحي هو غاية التواضع هل كي قدن بيسي وين مركا سوء أدونك إلهي وقول له إياه دعا لبت صدوى رسول كل وحا حقاين اللي كان تشيبين وهي تاسوا حقي وجهي وان وبان يضع وين رجع جزءا قيم من كل من ركبتي جلبه سنه وين كدغا دولكا جلبه انك فيد ما تقعد ومن باطن كل كف كف كسته اما حق يعني كف جنا وين بعدين هي صدقتا او اد حق انه فيد حق بعض على عش وين تا حق كركين ادو فيدين كرغ قادم من لو مغلا ومن باطن سبع كل رجل نكسته فروه ذرع علاش وين أضو دكتا أين ضيقنا متى عكتو أذكر بيسعى قاتس هذا كقرصبيان أما بعد ساو دكتو ذا عرضو دكتو أما بعد دبر خو دكتو مدة بالله بقول وين ساو دكتا العاشر رجني يطمن ذا الطمانينة فيه وين السجود هرك حسشا كما ذكرنا في الركوع حسلون سنا الركوع ذا كسر شجنة أو كراء وين تكو حسشا ويا النبي وصحابي وحوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا سجود بولي إلا حسلي سيد وسجودك وحسلي سيد الحادي عشر ككوابي يطمئن على الجلوس بين سجدتين وفريسي قولنا حيا لما سجود بحدودة ورغني كوابي يطمئن بعد ينتصب وين وقما جالسا سوف فريا وين فريستا هذا هو أيوه وين فريستا؟ أو حديث بوحى لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ذهره من الركوع والسجود ما أنصح يسمى قوله صلاة ننكو أما الرقف قبا إلا ودبر كيسة كسو توسير ركوع والسجود خوا إن فريستا لما السجود نحضر أول بو أغمى الثاني عشر كالبي يطمنا الطمانينة فيه وإن كحس لا فرقا كما ذكرنا في الركوع سان ركوع ذا بخصوص شيقني وين هو حسلا حسلون اللي مادة أين وقف يسوى الله على علاطكو حيا بلوكا انتو سانسون قصو يرتوصون وفضل الدبون نقنن وين قماتو فريستا او حسلا دبتنا او سجود اللي باتكو نقضى الثالث عشر كاستحي طبنا السجود الثاني والسجود اللباب مثل السجود الأول سي سجود هروكري كما فيما مر فيه وحين قصو مري علي شيخ شردي يصدحي الطبناي رقني يصدحي الطبناي دوا سجود اللواد أولا بدا سجودي هوري وحي نقو صمري أين حبنه تضوضا حيد لديقو وحقي دنباء حقي صرا لقى صر رئيسيو سيدي سجودي هوري كو صاشقني وين سجود اللواد دوا سجودا الرابع عشر كافري الطبناي دا الطمانينة فيه وينو كو حسلا سجود اللواد كما ذكرنا في الركوع سيد ركوع دان كسو شيقني وإنو أيضنا أقو حسنا سجود لبعض الخامس عشر كشرية بلداء الجلوس الأخير وفرد قدن منتصيبا نسيقو أغمي وفريستو قاب اللي يالي قاب كيو أودابان وفريسا
وحنا في عن تورق كليرايا قفكو انتو سين تدور خديقة يو لقتي ساب بديحنا كساري لقتي سميدي كوسيا تورق بالاين هذا افتراش كنوا قوغلشي دا لقتا بديح تربع بو فريسان كرا يعو اسكهر جيو اقعا يوسيا كلاب تابو فريسان كرا لق بو فدين كرا مد بو الله بكرا هد بس ديو صورتا كشا سيدا سيوقو واناكسيني وفرديادة هوري يكو السيودة ورحيانينو لقتا كو فريستو كافر دقاء الضم بيرين ولقت على كب حيوسين تدقاء هدو أولي كاسو هي كوفي عن لكن هدو أولي وهي كوفي عن كيفما أمكن سأل يا لسي وصرتك شو فريسان أيا السادس عشر رقني اللي حيات من هذا قراءة تشهد فيه وينو التحيات كي آخرية فيه في هذا الجلوس الأخير فدقاء الضم بي وينو التحيات كي آخرية وتشهد قوات حياتك والاجتماعي على الشهادة أيو قابصة سيادة هذه تشهد الله إلى الله السابع عشر كتضبيط من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم النبي قوانه كسليا بعد تشهد أتحياتك كذب في القعود فرنية شغل فرنية وين النبي كسليا وأقلها انت وقرر اللهم صل على محمد انت صوية إذن كسلي النبي قال له كسليا أنا وركن من أركان الصلاة ثم يركن الصلاة كما ذوي عند الشافعي. الثامن عشر كسيدي يطبنا عدنا السلام بعدها وسلام النقصي الدبديد كدن بيك وسلي يا نبي في القعود فدقة يعني يسقوا فدية وإنه سلام نقصي وقالوا انت قويرنا السلام عليكم وي السلام عليكم وحقا يا حقاسة أيها قوير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نا وصنة يقول سيد الشافعي ضعيض وبركاته الجناس ذو كل الراعيان لكن سيد رسول الله كسرنا طيل بضبة والراعيني التاسع عشر كسر يطبنا ذا الترتيب وترتيب لو كان الترتيب يستأنس سو شيء بأن يأتي وين لي ما أدو بالنية مع تكبير نية سرادة وتكنية تكبير وين سرعية الله أكبر إلى ثم الفاتحة في القيام لما دوينوا آخرها فاتحة ذي نوينوا كو آخرها استاق إذا دو استاق كنت وكريا ذي كان فريق كو آخرها ثم الركوع مع طمانينته وينو كوحك سياء ركوع ذي يحسلون ذيسي ثم الاعتدال كتوسيتان كي ركوع ذا مع طمانينته مع كحسل ذيسي ثم السجود الأول سجود يهور وين لي مع طمانينته كحسل كيسي ثم الجلوس بعده فريسي سجوده ركد بي مع طمانينته سجل حسن الكيسي ثم السجود الثاني سجودي لبض مع طمانينته حسن الكيسي فهذا كاسي ترتيب أول رقعة رقعة دقوه ريسي ترتيب تدي قاب كدواقع ثم يأتي وحو الله يمانا يأبي باقي الركعات رقعة ده انتو دي باقي هيدنا مثلها تاهر أو كرولا يمان إلا أنه يسيقوا لا يأتي فيها بالنية وتكبيرة الإحرام نية تكبيرة الإحرام طارا مالي انت انصو شيك نبي رقعد ولبي يالان ايسا كل يوحان الى هاين رقعد حدن بي نية تكبيرة الإحرام نية تكبيرة الإحرام كو واركان تا ان مكرر كهين انصو نغنقنين اركان تا قرن مكرر يقرن غير مكرر ليهين الخمسون ننغدا نية ايو تكبيرة الإحرام الا انه لا يتي فيها الله من ما يبنية وتكبيرة الإحرام فإذا تمت مركي لما ترقع عات فرده فر الكيس رقعته ذو مركي لما ذان جلس وعو فريسانية الجلوس الأخير فرقي الضمبي أي فريسانية فرقي الضمبي وكاد سلام نقصه كحيه ولو صلاة ديانا من قرب مويل أحكال الحمدين وكي ضمبه هذا نوريا ثم قرأوا حقيات تشهد التحيات كيبوا فيه فرقا دحسكوا أخرية ثم انت أكد من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم النبي أيوك صلي قالوا عني اللهم صل على محمد أيو عرني نبيك صلي ثم قالوا عني السلام عليكم أيو عرني سداسا مركا قفق سراديسي أيو قرنا ما يستر ميسا كو عشاق ونوسا ورقع دي اوه الرئيسي يرقع ديه كربا مدو البو ونوسا ورقع سيدي يقابك انو تكريني ايو انو قصو قال
وحوالك الشيخ ونوغل يا ياني نوغل حكسين يا أركانتا أنصام مرني إيا مدول بها دنوحي لغا مرمان كوها أيها إذن هلك نوغل يا الكي نوغل شوغل الله عليك.